العقد ده يستاهل الشباب من يوم السبت اللي جاي. مش هنلاقي حاجه كده لا فندم. لا لا خلاص ده كل بقى يتشال. بس هناخد يا فندم من يوم السبت فندم. هل تفتكر ده مكنسه ولا لازم اول يدوي؟ لازم مكنسه فندم. المكنسه برضه خفيفه حضرتك. انا المكنسه بعد ما تشيل ده يدوي. المكنسه طبعا ده مش هتشيل ده. لا يا فندم ده فندم ده بالبوب كات. وبعدين بقى كان المكنسه هتشتغل. المكنسه هيبقى ديلي مثلا كل يومين ثلاثه على طول يا فندم. شويه عليك يا فندم بس كله حكود لحته لها ماخذ احنا واخدين منها فصدق ده الدرس. هل هيبقى يدوي ولا هيبقى لا مش هيبقى ده هيبقى ده فندم تحكم يدوي من كل منطقه عشان برضو الميه وعشان ما تنزلش على الطريق ده بالظبط يا فندم. دي المكانس فندم بتاعتي لا هي سنتك بميل احنا هنا حضرتك احنا في المنطقه دي سنتك دي اكاديمية مبارك حضرتك هنا تحت هنا في المنطقه دي ايوه كده ايوه السويس واحنا بنيها تمام احنا في النقطه دي فندم بالظبط احنا فندم المشروع بتاعنا سيادتك الداعم جاي حضرتك من تقاطع الاوتوستراد مع الطريق الدايري كده فندم ماشي كده احنا ماشيين كده لغايه سيادتك نفق السلام احمد جلال كده قبل نفق السلام دي فندم طولها 30 كيلو سيادتك المشروع عباره عن اضافه اربع حارات يمين خارجي ده اللي احنا فيهم دلوقتي فندم واربع حارات شمال حضرتك ان شاء الله الاربع حارات يمين يا فندم من هنا لغايه هنا ستك هينتهوا ان شاء الله 30/11 ده اللي احنا شغالين فيه حاليا هيستمر يا فندم شهر 12 عشان التاخر في عقود الزراعه ستك الاجراءات بتاخد اجراءات الزراعه تشتغل يا فندم شهر 12 بالكامل ونص واحد هيبقى ده زراعه ولاند سكيب للطريق كله ستك. اهم حاجه في الزراعه صرف الميه صرف عشان ما ينزلش على الطريق وتخبطه هيبقى كنترول ده فندم يعني صرف الميه انت في هتبقى لازم تنزل جوه مصارف بالظبط يا فندم في فلتر مواسير كده بتبقى متخرمه وعليها جيوتكستايل تمام تجمع تمام فندم فحضرتك هيبقى فندم دي ان شاء الله 30/11 هيبقى الخارجي كله جاهز اي فندم احنا فيه اللي هو 30 كيلو اي فندم 30 كيلو 30 كيلو فندم هيكمله هيكمله وان شاء الله احنا منسقين مع لا في اتجاه واحد يا فندم اللي هو الخارجي اللي احنا فيه فندم ده هياخد جزء ضخم لان فيه التجمعات كلها عليه والمعادي عليه بس جاهز يعني بالرود ماركينج بالساينج كله فندم كل ما عدا الزراعه ما عدا الزراعه الا ما عدا الزراعه هي اللي اتاخر شهر لان احنا بادئين فيها متاخر بس هتبقى بتتعب عشان موضوع الميه كلين ده هيبقى كلين ده فندم مفيش مشاكل المكان كله كلين مش هيبقى فيه مشاكل باقي الطريق فندم باقي المشروع حضرتك بقى احنا واخدين ابجريد للطريق الدائري القديم يا فندم ماشيين فيه كله بالكامل كده حضرتك الجزء ده يا فندم خلص طبقه رابطه وده اللي هيكسكوا حضرتك ان شاء الله مع المرور هنقفل ستك حارتين وهنكمله سطحيه هنمر عليه بس هخليه احنا راجعين يا فندم عشان نروح عشان نروح الثاني يا فندم احنا فندم بادئين بقى ستك من هنا دلوقتي من عند تقاطع المنصوريه في الجزء ده كده ستك لغايه ما احنا بدانا الـ الطريق الداعم هنشتغل فندم هنا بنشتغل دلوقتي اصلاح حفر وبنشتغل اصلاح شروخ عشان نجهز بعد كده للطبقه الجديده. احنا فندم مش هنشتغل بطريقه كلاسيكيه، الجزء اللي هو فيه نيارات هنشتغله طبقتين اتنين او طبقه حسب حالته وفي اجزاء زي سيادتك شفتها مش محتاجه حاجه أنا خالص. المنطقه بتاعت كوبري المنيب دي عايزه فعلا دي اللي هتتخش يا فندم هنعملها ده يبقى نموذج في نيو ميرسي في بردوره يعني ده فعلا يبقى نموذج وزي ما اتفقنا احنا عايزين اعمده الاناره حاضر. فوق الكباري كلها تتغير. تمام. حاضر. احنا شغالين فيها فندم في 100 متر هنا قدام مننا يعني انا بتكلم بالذات على الكباري دي تمام حاجه هتبقى نموذج تبتدي اسفلت الفواصل الماركينج الساينج كله عايزين ايه ندي نماذج يعني ان شاء الله فندم هيبقى الدايري يعني حاجه نفتخر بيها كلنا وحضرتك يعني باذن الله تباعا هنسلم قطاعات باقطاعات والجوده انت عامل نظام جوده طبعا يا فندم سيادتك انا شايف ده انعكس في اختلاف رهيب الحقيقه الاختلاف واضح حولنا 100 عمود هنا شغلنا فيهم على الاقل الجديد بقى او جديد يا فندم شغالين فيه خلاص لا جديد خلاص انا بتكلم القديم يا فندم القديم ده احنا فيه 100 عمود غيرناهم بالدات
ونجحت التجربه وهنكمل بقى. وعلى فكره عملنا بشباب اكتر من 4.5 4.8 مليون عمود عايزين نغيرها. احنا تغيير فن عاملينه ذاتي من الهيئه ده الجديد سيادتك مش بشركه كمان عشان برضو الاجراءات وعشان سرعه الاجراءات.